ست سنين على الطريق من الباع منزع على بيروت، من بيروت على الباع والباع على بيروت، لا لاجل ملف التفرقه حجه تحكوا علينا. صراخ دكتور بلال لم ياتي من العدم، صراخه جاء نتيجه سنوات وسنوات من الوعود الواهيه التي قطعها السياسيون باقرار التفرغ للاساتذه المتعاقدين في الجامعه اللبنانيه. في ساحة رياض الصلح تجمهر الأساتذة المتعاقدون تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ليكرروا مطالبهم ويفضحوا الضغوط التي يتعرضون لها. نحن اليوم مناشد جميع الأساتذة المتفرغين عدم الرضوخ لهذه الضغوط، وما حدا يسلم محلنا أسئلة، ونحن الأسئلة اللي كانت قد تم تسليمها قبل الإعلان عن تحركنا المسابقات بتضل معنا ولا تسليم للنتائج مهما علت الضغوط. مستمرون في مقاطعتنا لإنهاء البرنامج الدراسي وللامتحانات الجامعية. في مقاطعتنا عن وضع وتسليم الأسئلة. في مقاطعتنا عن التصحيح. وعن مراقبة الامتحانات لحين إقرار ملف التفرغ. صوتهم وصل إلى السراي فكانت استجابة فورية. أنتوا أصحاب القرار وأنتوا حكموا ضمائركم، أنا عم قلكم موضوعكم انتهى من الجميع، ما في عليه خلاف سياسي، ملف التفرغ ومجلس الجامعة أول جلسة بيصير فيها جدول أعمال بمجلس الوزراء رح ينبتوا. هيدي المطالب أكيد أكيد رح يكون في لها أولوية مباشرة عند انعقاد جلسات مجلس الوزراء للبت بالموضوعات المطروحة. هذه الوعود الجديدة لن تثني الأساتذة المتعاقدين عن الالتزام بإضرابهم المفتوح، فلقد سمعوا الكثير مثلها من قبل. من ساحة رياض الصلح، رنيم بخزام، LBCI.